أميرة، أمير، ازيك؟ عامل ايه؟ انا صار في فرصة انه يصير لها أميرة واخت جد؟ هلو، انا بجد محظوظ جدا جدا انا معاكم. انا لسه شايف الفيلم، هو اول عرض النهارده، اول عرض في الجونه. ايه احساسكم؟ متحمسين قوي قوي قوي. ايوه اميره، بالنسبه لك ايه الفيلم؟ اميره هو اول فيلم طويل بعمله، هو الفيلم اللي فتح لي ابواب في عالم الفن، اتاح لي الفرصه اني اعبر عن نفسي قدام الشاشه، اتاح لي الفرصه اني العب قدام نجوم كبار، غير عن ان القصه قويه جدا، وبحس كتير مهم ان الواحد يحكي عن مشاعر او مشاكل هدول الناس اللي ما في كتير ناس عم يعني بتوجه الضوء عليهم. فهذا هو فيلم اميره بالنسبه لي. مخرج مصري، كاتب مصري، فريق العمل كانوا من لبنان، اردن، فلسطين، ده ساعد في الفيلم، بخصوص ان هو اصلا بيركز على معاناه بتحصل في فلسطين. يعني كفكرة أنا اتكلمت عليها لما كنا في مهرجان كان مع فيلم اشتباك، عملناها بعد 5 سنين ونص. لو هنعمل فيلم فلسطيني هنعمل إيه؟ لازم نحترم المكان ونحترم الكلتشر اللي احنا داخلينها، فكان لازم يبقى معانا بارتنرز من المكان، ومعظم الكرو كان فلسطيني أو أصله فلسطيني بشكل أو بآخر، وأي حد صغير في الفيلم، أي حد شايف أي ملاحظة احنا بنعملها بشكل مش مظبوط، كان مفتوح له الباب انه يجي يقول لنا على حاولت يبقى authentic as possible على قد ما قدرنا في التحضير وكله. ورد فعل الناس كان ايجابي قوي بره، ان انتوا يو بريميرد في فينيس فيلم فيستيفال وكسبتوا جوائز في عالميه. يعني كان في ناس من كل مكان في العالم في فينيس شافوا الفيلم، وكلهم قدروا يشوفوا الانسانيه والقصه الدراميه اللي في الموضوع ويتعاطفوا معاها. انتوا شايفين قد ايه الافلام عامه بتسلط الضوء عن المعاناه او القضيه زي دي؟ بالتاكيد انا حياتي كلها اتغيرت من السينما، مش بس كاني صانع، لاني بتفرج على السينما. الانسان قدرته في الحياه انه يعيش قصه حياه انسان واحد من وجهه نظر انسان واحد. انا في عينيا كاميرا شايف الحياه من وجهه نظري بس. الفرصه الوحيده ان انت تشوف الحياه من منظور اخر هي السينما والتلفزيون، وتخليك فجاه الشخص اللي انت دايما بتعامله بشكل عدائي او ما بتقدروش او بتبص له بنظره مختلفه لاول مره بتفهمه، بتخليك لاس جادجمنتال 100%. اوكي، ايه الصعوبات اللي مريتوا بيها في الفيلم؟ ان انت تقدر تحكي قصه فيها ناحيتين، وان انت تبقى متوازن زي ما بيقولوا بميزان ذهب، ان انت تقدر تبقى كمان respectful. من اكبر الصعوبات مش هتعرف تصور في فلسطين، فبتصور في الاردن. معظم الفيلم كله متصور في الاردن. الاردن انت من هنا على بعد عينيك شايفه القدس وشايف الناحيه الثانيه، نفس الطبيعه الجغرافيه، والتصوير في الاردن سهل جدا لدرجه ان افلام فلسطينيه معموله من فلسطينيين بتتصور في الاردن. طب احكي لي عن الكاستنج بروسيس in general. يعني كان في كذا اوديشن مع تارا او بول؟ كان في اوديشنز كتيره، اكتر دور كان في اوديشنز هو دور تارا، وكان في ممثلين ممتازين، بس اللحظه اللي انا صبا مبارك رشحت لي تارا وشفتها وعملت اوديشن كانت خلاص بتبقى انت عرفت هي دي 100% اللي تقدر تبقى تمبادي الشخصيه القويه والشخصيه الفولنربل والشخصيه اللي تقدر تتعاطف معاها وتحس فيها بملائكيه. هي كمان زي ما حكى استاذ دياب انه الشخصيه فيها جزء فولنربل وجزء قوي، انه بدها تكون هي من جوا حاسه انه شيز فولنربل ومش عارفه حتعمل ايه بالمشاكل اللي عم بتواجهها، بس بنفس الوقت هي قويه جدا. مش معنى ان في صعوبات بتواجهها الست، وهي فعلا في مجتمعنا العربي الست بتواجه صعوبات اكتر من الرجاله، ان الست بتبقى ضعيفه، ده بالعكس، ده بيخليها لازم علشان تسرفايف بتبقى اقوى. انا من كتر ما انا عجبني الفيلم انا هاجي تاني في العرض هايل، وهبقى موجود معاكم ان شاء الله. احنا نشكر الأسرة اللي عاشوا الحياه دي واولادهم اللي عايشين الحياه الصعبه دي، والفلسطينيين اللي دايما مقررين ان هم هيكملوا مهما كانت التجربه. يعني مهما كانت في ناس فعلا بتعرف لما تبقى ماشي في مكان كله طوب او حتى اسمنت وتلاقي زهره طالعه كده او حاجه طالعه في وسطها، ده حياه الفلسطينيين، بيعرفوا يعيشوا مهما كان. I think that's a good note to finish on.